اهلا بحضراتكم من جديد. الحقيقه انه دايما كل سنه معرض الكتاب بيكون فرصه لكل يعني صاحب موهبه انه يقدر انه يقدم موهبته من خلال محفل ثقافي كبير زي معرض الكتاب. نتكلم مع حضراتكم عن روايه جديده في معرض الكتاب السنه دي، روايه زهرة الصبار وكاتبه الروايه وقصه اللي ورا هذه الروايه الكاتبه نور الغاده، ضيفتنا النهارده في استوديو التاسعه. اهلا بحضرتك، مساء الخير. اهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا. عايزه اتكلم مع حضرتك الاول عن المعرض واشتراكك في معرض الكتاب السنه دي بالروايه وزورتي المعرض والكواليس اللي موجوده هناك. هو المعرض بصراحه يعني فعلا حاجه حلوه جدا، بالذات ان احنا النهارده كنا المفروض يوم اجازه، فالاقبال كان حلو جدا جدا، و احنا عايزين نوصل بالشباب نفسهم ان هم يقتنوا كتاب، ما يستسهلوش ان هم ممكن يقروه عن اي طريق تاني، ونرجع لثقافه القراءه من جديد يعني. لكن في المقابل كان في كتب باسعار كويسه جدا برضو، ومساله التسهيلات الشرائيه اللي هو اشتري الكتاب بالتقسيط على شكل كتير، وفي نسبه خصومات عاليه جدا برضو. في انا اعتقد ان كل سنه في معرض الكتاب دور النشر بتكون يعني محوشه الخصومات لمعرض الكتاب. ده حقيقي ده حقيقي، والناس بتستفيد بقى من العروض دي ان هي بيروحوا طبعا في وقت معرض الكتاب عشان يقتنوا اكتر قدر ممكن اللي يقدروا يجيبوه. وطبعا الاطفال بقى ما اقولكيش يعني احنا يعني المفروض انا كان معايا بنتي مثلا، فكانت تقريبا على كل مكان هي بتبقى عايزه مجموعه من الكتب مش كتاب واحد. في فعاليات كتير كمان للاطفال، الاهتمام برضو بكتب الاطفال وتعليم اللغات والحاجات يعني في تنوع. لا المكان النهارده كان حقيقي حاجه جميله ومشرفه جدا بصراحه. طيب عايزه اتكلم مع حضرتك عن تجربتك الروائيه، و عايزين اقول للناس ازاي روحتي من الفن التشكيلي للروايه والقصه ورا ده. هي الموضوع كله قدرا يعني انا ما كانش ليا خالص في الكتابه، وانا طول عمري شغاله رسامه، مجالي هو الفن التشكيلي. كنت في البدايه رسمه على الموبيليا، وبعد كده بقيت ارسم تابلوهات، فكنت بعيده كل البعد عن مجال الكتابه. لكن زوجي الله يرحمه، هو بالمناسبه استاذ محمد ابو زكري كاتب الاخبار، وهو طبعا له باع طويل طبعا من الكتابات، وكان له برامج هنا في التلفزيون وفي الاذاعه، وكنت طبعا بحكم يعني علاقتنا فاحنا كنت القارئه الاولى بتاعته، فاكيد اعتقد يعني في اللاوعي كده انا اكيد اتاثرت، بس من غير ما يعني ما ادرك ان ده هيأثر عليا انا كان انا ممكن اكتب. ده حقيقي. روايه زهرة الصبار صفحاتها تقول ايه للناس؟ حكايتها تقول ايه للناس؟ هي زهرة الصبار اسم ومعنى. الاسم هو الاسم اللي اطلقه عليا محمد الله يرحمه من بدايه ارتباطنا، والمعنى هي بقى معنى رحله الحياه كلها من اول يوم لاخر لحظه. فهي كانت مرحلة مراحل كتير متعددة بس كلها تتسم مراحل علاقتكم سوا يعني. مراحل، وكنا بنطلع يعني الحياة ما كانتش تقليدية. كنا يعني بندخل في يعني بننتهي من مرحلة معينة بصعوبتها وكلها بتبقى صعبة، بندخل في مرحلة تانية جديدة بحاجات جديدة، سواء كان على المستوى الشخصي أو مستوى الشغل. فده كان مخلي رحلتنا مش رحلة عادية زي أي زوجين بيتجوزوا بقى وتبقى الحياة تقليدية وكده، ما كانتش تقليدية على الإطلاق. بس واضح إنه هي فيها يعني رحلة فيها الكثير من الوفاء والحب، وأنا متشوقة إن أنا أسمع يعني تفاصيل هذه الرحلة مع حضرتك. لكن هنروح مع حضرتك دلوقتي الفاصل ونرجع بعد كده نكمل كلامنا مع الكاتبة نور الغادة، خليكم مستنيين. نعود مع حضراتكم للكاتبة والفنانة التشكيلية نور الغادة وروايتها زهرة الصبار اللي موجودة في أروقة معرض الكتاب للقاهرة الدولي السنة دي في نسخته 54. أحيانا بحس إنه الفقد أو الصدمات ممكن يعني تخلق جوانا طاقة إبداعية ما كناش نتخيل إنها موجودة. حصل ده مع حضرتك؟ ده حصل مليون في المية، أنا نفسي ما كنتش متصورة ده.
انا صدمه الفقد خلتني مش عارفه اعبر عن مشاعري ازاي. انا مش من النوع اللي بتكلم كتير، قليله الكلام شويه، فما بعرفش اقول اللي انا حاسه بيه. فكانت وسيلتي للتعبير هي كتابه بعض خواطر او احساسي بالموقف، ان هو سابني ازاي وكل الحاجات دي. فبدات الموضوع بمجرد خاطره كده بس. اتطور الموضوع بان كان في، يعني هو في صديق صحفي، من كان صديق لمحمد الله يرحمه في مكتب اسكندريه، وهو لاحظ ان انا في حاجه، بس هو مش عارف يعني يحط ايده عليها بالظبط. فقال لي حاولي تكتبي، يعني حاولي تكتبي القصه بتاعتك، قال لي طلعي الاحاسيس بتاعتك. فقلت له لا، الموضوع بعيد تماما يعني على ان انا اكتب، يعني ممكن خاطره دي مجرد فكره، لكن عشان اكتب حدوته هواية كامله، حتى لو وشخصيات انا فيه وأماكن عارفه وتفاصيل. شخصياتها وعارفه كل حاجه، بس طبعا حبكه روايه وان انا اجيب سرد ازاي وحوار لا صعب. فقال لي مش هنخسر حاجه. فبالفعل بدات وكتبت، فلقيتني انا بجيب الورقه وانا مش عارفه انا هقول ايه. وده حقيقي في كل فصل، من كنت ابتدي خاطره كده من بتوعي، وبعدين استرجع ذكريات حاجه حصلت. ممكن تلاقيني انا بكتب في حاجه حصلت النهارده، وبعدين بكلم في حاجه حصلت من سنين، وبعدين تلاقيني رجعت لحاجه في المستقبل. يعني ما كنتش ماشيه على حدوته من البدايه للنهايه. يعني انا الكتاب عندي رايحه وجايه مع القارئ، بس الحمد لله ان هو اتقال لي ان هو، يعني احنا كنا بنروح ونيجي معاكي من غير ما نحس ان احنا رحنا وجينا. فكان الموضوع فيه انسيابيه، وبالذات ان هو طالع بمشاعر. انا مش دارسه، مش هقول ان انا يعني عندي خبره في الموضوع تماما خالص، فانا كاتبه باحساسي، مجرد احساس مش اكتر. فالنتيجه طلعت انه الحمد لله. أول ما خلصت الرواية من أول حد قرأ المسود؟ أنا كان أستاذ أحمد سليم طبعا كان بيتابع معايا أول بأول. أنا ما كنتش قايلة لحد خالص إن أنا بكتب، ما حدش كان يعرف أنا بعمل إيه، لغاية ما خلاص بقى قربت، يعني كنت تمام، يعني تقريبا خلاص مفيش غير الفصل الأخير، وكان صعب عليا جدا لأن هو كان أصعب فصل عليا، وهو فصل الفقد نفسه. فساعتها قلت لبنتي بقى، فهي كانت تعتبر أول قارئة ليا. قالت لك ايه اول ما قريته؟ ايه قالت لي أنا السطور كنت اللي قريته؟ حاسة، قالت لي أنا كنت حاسة يا ماما إن أنتي بتعملي حاجة، بس أنا مش عارفة إيه، بس أنا كنت حاسة إن أنتي في حاجة كده بتعمليها. لأن أنا كنت بقعد ساعات كتيرة ومع نفسي والورقة والقلم ومش عارفين أنا بعمل إيه. فقالت لي لا، أنا كنت حاسة إن أنتي بتعمليه، بس مش مستوعبين إيه الفكرة بالظبط اللي أنا بعملها. بس هل عملتي تعديلات عن الحقيقة لا خالص، في الأسامي، في لا 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 الشخصيات، في لا خالص الأماكن؟ خالص. دي كانت من النقط اللي انا ما فكرتش فيها. يعني انا فكرت فيها بعد ما خلصت، ان هل في اشخاص ممكن تتضايق ان انا ذكرت اساميها بشكل صريح، او ان انا جبت سري، او ان انا اتكلمت عنها. كل الحاجات دي فكرت فيها بعد ما خلصت، لكن طول ما انا كنت بكتب انا كنت في حالة تانية. اخترتي الاسم امتى؟ في أي زهرة مرحلة؟ الصبار من اول لحظة، من اول لحظة، لان هو فعلا هو اصل من ضمن الاشعار اللي كان محمد كان احيانا يكتبها عني. انا كان من ضمنها اللي هو النداء باسمي، باسم زهرة الصبار. فهو وبعدين انا كنت مرتبه لها، يمكن في الغلاف اللي هو غلاف الكتاب برضو ده، يعني انا اللي رسماه، وكان من الحاجات اللي دخلت بيها معرض من غير ما حد يعرف ان انا برسمه عشان يبقى غلاف. يعني هو تصور ان انا تابلو داخله بيه معرض وخلاص، والحمد لله كان خد جايزه اولى في المعرض. وكان بيحكي حدوته الكتاب زهره الصبار بالطائر الجريح اللي هو محمد. فهو بيحكي قصه الحدوته كامله. فزهره الصبار لا، هي من اول لحظه هي في دماغي. واضح ان احنا امام عمل فني وروائي متكامل، يعني اتمنى متشوقا ان شاء الله ان يكون ليا حظ ان يكون ليا نسخه من الروايه. ان شاء روح الله. مع حضرتك لفاصل ونرجع بعد كده نكمل كلامنا مع ضيفتنا اللي نورنا النهارده الكاتبه نور الغادة.
اهلا بحضراتكم من جديد. بنتكلم دلوقتي مع الكاتبه نور الغاده وتجربتها مع الروايه وروايه زهره الصبار الموجوده في معرض الكتاب. وحقيقه قصص الحب احنا كجيل بقينا بنشوف انه قصص الحب الكبيره اللي تخليكي تكتبي روايه عنه بعد وفاته، وحقيقه كنت بتقولي لي بيكتب شعر فيكي، بقينا بنشوف الكلام ده صعب وبعيد عن الواقع، وبقينا بنحس ان الحياه العمليه واخدانا اكتر بشكل كبير عن قصص الحب الكبيره الملهمه دي. رسالتك ايه بقى للجيل ده من خلال الكتاب؟ رسالتي هي في معنى اسم الكتاب، ازاي احنا نصبر. هو ليه احنا دلوقتي ما بيحصلش ده، او بيبقى قله شويه؟ لان ما بيستحملوش المشاكل اللي بتواجههم. واحنا كاي اتنين مرتبطين اكيد بتواجههم صعوبات في مواجهه الحياه، وفي نفس الوقت في اختلافاتهم هم الشخصيه، ما هو ما فيش حد شبه التاني. لكن احنا ازاي بنكمل بعض، ازاي بنحتوي بعض، ازاي بنستوعب الظروف فنقدر نتحملها مع بعض، ازاي نتعاهد من اول يوم ان احنا مهما كان مين فينا غلطان ما ننامش زعلانين من بعض، لان في النهايه النتيجه هتبقى علينا احنا الاثنين. فالحاجات البسيطه دي هي اللي بتكبر الحب مع الوقت. الحب انا بالنسبه لي هو زي نبته صغيره، اللي احنا بنشوفه دلوقتي ان هي بتبقى حاجه كبيره ومع الوقت بتقل، يا اما بتبقى حاجه عاديه يا اما بتموت خالص. لكن احنا كانت النبته بتاعتنا حاجه صغيره واحنا بننميها مع الوقت، والمشاكل اللي بتواجهنا مش بتقضي عليها، بالعكس دي بتخلينا بنقوى بعض. يعني هو كان بيقوى بيا وانا بقوى بيه، انا كان عندي ظروف شخصيه صعبه، هو كان عنده ظروف صعبه جدا، فازاي كل واحد فينا داعم للتاني. فهو ده اللي بيكبر الحب. الحب مش كلام رومانسي، مش ضمه وحضن وحاجات كده، لا مش هو ده، مش دي الرومانسيه، مش ده الحب. الحب ازاي يقراني من غير ما انا اشرح نفسي. بس يعني الاهداء في الكتاب، كتبت الاهداء الاهداء بروح. انا من البدايه وانا طبعا مقرره ان الاهداء هيكون لمحمد، بس ما كنتش عارفه انا هقول ايه. الاهداء انا كتبته بعد ما خلصت خالص. الاهداء انا كنت اتمنى ان محمد هو اللي يكون كاتب الكتاب ده. على مدار حياته الصحفيه شغلته حاجات كتير واحداث كتير، فكان ده بيعطل دايما ان هو يكتب كتاب، وهو كان عنده افكار مبدعه، يعني كان ممكن يعمل حاجات حلوه كتير، فكان من الحاجات اللي دايما الح عليه في انه يعملها. ويمكن ده كان دافع برضو لحضرتك انك تكتبي الروايه. مش هقدر اقول لك انه دافع، لان انا ما كنتش زي ما بقول لك، انا كنت مش خارج نطاق الزمن، انا خارج نطاق كل حاجه. انا كنت بكتب من حته ثانيه، ما كنتش بحسبها وما بفكرش في اسباب محدده. انا مجرد مشاعر وانا بعبر عنها مش اكتر. بس حسيت ان في النهايه ان يمكن ربنا عمل كده عشان الكلام اللي هو ممكن يكون عايز يقوله، الحاجات اللي هو ممكن يكون عايز يوصلها للناس توصل من خلالي، هو ما قدرش او ما لحقش يوصل ده، فممكن ده يوصل من خلالي انا، فممكن اكون انا اداه عشان يوصل وجهه نظره، توصل تركيبته اللي هي كانت تركيبه فريده ومختلفه ومش اي حد بيستوعبها. في ناس ما كانتش بتفهمه كويس لان هو كان يعني هو سائر بطبعه، وفي نفس الوقت بيحمل قلب طفل، فتخيلي الثورة مع طفولة، فبتدي النقيضين مع بعض، فبتخلي الناس حيرانة، هو زعلان ولا فرحان، هو في ايه بالظبط، هو بيعمل كده ليه، ما كناش مستوعبين ده. فأنا حبيت أوضح ده، وبالذات بعد الضغوط النفسية الكتير اللي مر بيها على مدار تجربته الحياتية كلها، فحبيت أحاول ولو بقدر بسيط أديله حقه أو أوضح صورة هو ليه كان كده، هو ليه. أعتقد كمان أنه حظ كبير جدا للرواية أنها تكون موجودة في معرض الكتاب، فرصة كبيرة جدا لتسويق للرواية وأن الناس تقرأ عن قصة الحب الجميلة دي. أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذة نور الغادة الكاتبة والفنانة التشكيلية، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا، وألف مبروك الرواية. الله يبارك فيك يا فندم، الله يبارك فيك. كده مشاهدينا خلصت حلقتنا مع حضراتكم النهاردة، أشوفكم دايما على ألف خير.